مش عليهم ماشي مره وجاي تخدمني يعني اكيد يعني عملت لها عملت لها اهدر لها بس يا ناس يا مش رايح جدك لا لا ما تحكيش من عندي روح حضرتك طب تحسي انها خطر يتخرج اصلا يا ريت ماشي يعني خاطري احنا عصير واحد بيعيش وسنتين كيف بطلت فتحت الباب وجهزت انه بيكمل انت عارف استدرجي انا عادي جيت مش اخبرني تابعني معلش نخبرك كجمال كان خطيئة خط جريت حوز دمر وكتوان لحكا تليفون خطي على جوتها على تليفون خطي الوقت يبدل في جرافة كانت الدول منهم الشخص كما قال نبيب يضم لبينهم ورده كنت تتبعوا لها الدنيا وحيبان الجميع وقاموا بكل الدراسات العلمية تخصصها للدكتوراه في الحياة جميعا في الجزائر
ومن هنا تبدأ قصة أخرى تدريكم في قصة الضياع حتى يا سيدي بعد الزوجت ومن بعد سنتين أعجب أحد أعمل كذا جاتني صلي بصحي أخلي أتركم عليها يا شكرا رديت السلام لن أعلم أتركها قطي أنا أعلم صاحبك ثاني أغنيك من الغرب كيف أهلا وسهلا وكذا وش أخبارك خطي يا باس حكينا شوية وعرف بالزوجة